عقدت وزارة الشؤون القانونية ورشة عمل وزارية حول تطوير آلية تقديم وإعداد ودراسة مشاريع القوانين الحكومية، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن وتكليف وزارة الشؤون القانونية بتنظيم ورش عمل للجهات الحكومية لتعريفها بصورة أكبر على هذه الآلية المطورة. وجاءت هذه الورشة التي قدمها سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف وزير الشؤون القانونية بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء من أجل توضيح ماهية الآلية المطورة مع تبيان مختلف جوانبها بما يضمن توحيد إعداد التشريعات الداعمة لمسيرة النماء والتطور في مملكة البحرين تماشيا مع برنامج الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتي تصب جميعها في رفض أهداف المسيرة التنموية الشاملة. وقد تضمنت الورشة على التوجهات التشريعية لحكومة مملكة البحرين والأولويات التشريعية السنوية للحكومة وأنموذج تقديم مشاريع القوانين بالإضافة إلى آلية دراسة مشاريع القوانين. ومن المقرر أن تعقد ورش عمل أخرى تستهدف الموظفين المعنيين وفرق الشؤون القانونية بكافة الجهات الحكومية من أجل تعريفهم بهذه الآلية، فضلا عن تقديم شروحات مفصلة عن العمليات والإجراءات ذات العلاقة. هذه ممارسة لأول مرة نستحدث في مملكة البحرين أن يكون عندنا أجندة تشريعية سابقة على السنة التشريعية. على سبيل المثال حاليا نعد لتوجهات تشريعية خلال العام 2023، ربما في نوفمبر نبتدي نعمل على التوجهات التشريعية لسنة العام 2024. طبعا كل سنة هذه تعتبر دور من أدوار انعقاد السلطة التشريعية مجلسها الشورى والنواب. ميزة هذه العملية هي عملية تنظيمية في الأساس من أجل إعداد مشاريع القوانين أولا الملائمة والمناسبة في الدور التشريعي، وكما قلت هذه العملية تخص الجانب الحكومي فقط، بمعنى إعداد مشروع القانون قبل إحالته إلى السلطة التشريعية من أجل إقراره من قبل السلطة التشريعية. تم اليوم بحمد الله حضور الوزراء أصحاب السعادة الوزراء، وتم تقديم عرض مفصل بشأن ما تم تبنيه فيما يتعلق بالتوجهات التشريعية لحكومة مملكة البحرين. طبعا الحكومة شريك مع السلطة التشريعية في ما يتعلق بالتشريعات، سواء كانت مشاريع قوانين تتبناها الحكومة ويتم نظرها أمام السلطة التشريعية، أو أدوات قانونية أخرى تنفرد السلطة التنفيذية بإصدارها وفقا لأحكام الدستور وأحكام القوانين المعمول بها في المملكة.